نظن أن زمن النزوح قد قارب على النهاية، لكن سرعان ما تكشف لنا قوافل هؤلاء الناس الهاربين من الموت والقصف عن سذاجة هذه الأماني. خان شيخون بعد فترة من الهدوء التي عاشتها، عادت هي وباقي مناطق ريف حما وإدلب لتعيش مرحلة أخرى من الهجوم عليهما من قبل قوات النظام، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا من أبناء المدينة وتدمير أعداد كبيرة من منازلها. وفي ظل هذا القصف الذي وصف بالأعنف منذ عدة أشهر، اضطر أهالي خان شيخون وباقي المناطق إلى النزوح باتجاه بلدات أخرى، خاصة أن هذا القصف طال الأفران والمراكز الحيوية. ووفقا لما نقله موقع تلفزيون سوريا، فإن غالبية منازل المدينة باتت خالية اليوم من أهلها في ظل استمرار القصف عليها لليوم 19 على التوالي. وكان فريق منسق الاستجابة قد نشر بيانا أشار فيه إلى أن عدد العائلات النازحة قد بلغت قرابة 12,000 عائلة، من دون أن يحدد البيان الجهة أو المناطق التي هربوا إليها. وأمام هذا الواقع يبقى السؤال عن أحوال العائلات التي نزحت وظروفها، وهل هناك أي خطط واستعدادات كافية للتعامل مع أوضاعهم بشكل عاجل؟